طبعا جمهور الاهلي النهارده اتصدم بخبر مؤسف، ويعني اصابه اكرم توفيق لاعب الفريق الاول بالنادي الاهلي، ودي مش اول اصابه ليه السنه دي الحقيقه، دي تاني اصابه تقريبا، وتقريبا الاصابه اتاكدت انها رباط صليبي. الفحوصات الاوليه اللي خضع لها اكرم توفيق اكدت اصابته بجزء بقطع جزئي في الرباط الصليبي، وده كان خلال التمرين النهارده. وزي ما كنت بقول لحضراتكم، دي مش الإصابة الأولى لأكرم بالرباط الصليبي، دي التانية السنة دي بعد ما اتصاب نفس الإصابة في يناير اللي فات مع منتخب مصر خلال كأس الأمم الأفريقية. كلام كتير اتقال الساعات اللي فاتت في الموضوع ده، ازاي اتصاب، ايه اللي حصل، هل كان في التحام مع حد من الزملاء، ناس كانت بتتكلم على انه كان في التحام مع محمود كهربا، ايه اللي حصل بالظبط، ولا هو اصلا لسه ما كانش تم تاهيله بطريقه صحيحه من الاصابه اللي فاتت. هنعرف كل ده معانا دلوقتي الناقده الرياضيه ريهام حمدي. ريهام مساء الخير عليكي. تسلمي كتير عليكي وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي منورانا في التاسعه. عايزين نعرف منك ونطمن جماهير الاهلي على اكرم، ونعرف كواليس الاصابه كانت عامله ازاي. الاول هو اتصاب ازاي؟ بصي، هو طبعا كواليس الاصابه هي مش كوره مشتركه مع محمود كهربا. هو النهارده كان في طبعا تدريب عادي جدا للنادي الاهلي زي كل يوم، كان في تقسيمه في نهايه مران، وبالتالي كان في كوره طويله، يعني الكوره هي طويله، كهربا بيجري علشان يلحق الكوره، واكرم كمان عايز يلحق الكوره قبل كهربا يغطي يعني. ف يعني اكرم عمل كوره عاليه، يعني عمل سبرنت عالي لفوق شويه او جامد، وبعدين وهو بينزل على الارض للاسف عشان يوصل للكوره قبل كهربا، وقع على رجل واحده طبعا للاسف، الرجل حصل فيها الاصابه ورجله غرزت في الارض. طب ريهام معلش اسالك هنا، مفيش في اي كوره مشتركه مع اي لاعب تاني يعني. طيب عظيم، يعني هو ما كانش فيه التحام مع زملاء، دي كانت كوره مشتركه بس بينه وما بين كهربا. الناس بتسال هي دي نفس الرجل اللي اتصابت قبل كده ولا دي الرجل الثانيه؟ دي الرجل الثانيه، الرجل الشمال الاصابه في الرجل الثانيه خالص، يعني طبعا سوء حظ كبير جدا للاعب، يا دوب لسه بدء ان هو يرجع للفورمه بتاعته ويرجع لمستواه بعد الاصابه اللي فاتت، كان هو يصاب نفس الاصابه الثانيه. بس خليني برضه اكون صريحه جدا معاكي، التشخيص لسه مش نهائي لحد يعني ممكن ما يبقاش رباط صليبي مبدئي من طبيب الاهلي، لسه هيكون في فحوصات وحاجات ثانيه هتتعمل بكره ان شاء الله، وبناء على الفحوصات دي هيتحدد اذا كان القطع جزئي كلي، هيحتاج تدخل جراحي من عدمه، كده متوقف على الفحص الجديد اللي هيتعمل له بكره ان شاء الله يعني. يعني لسه الموضوع ما تحددش اذا كان هو يعني شكل الحاله بالظبط ايه، هيسافر امتى، الكلام ده لسه ما تحددش. لا 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 لسه ما تحددش، كل ما يقال في القصه دي لحد دلوقتي مش صحيح خالص يعني. هو نفسيا بقى اخباره ايه ريهام، تطمنينا عليه؟ طبعا هو متضايق جدا، وطول اليوم النهارده تواجد عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي عنده في البيت لزيارته، وطبيب الاهلي تواجدوا عليه طول اليوم. طبعا حالته النفسيه سيئه جدا، خصوصا ان هو يعني اكرم كان مستعجل جدا ان هو يرجع ويلعب، حتى فتره التاهيل كمان اكرم كان بيحاول ان هو يرجع بدري وبسرعه، وكان دايما الدكتور يرجع بدري. دي ريهام الناس هنا بتقول لك دايما بيقولوا له براحتك واحنا مش مستعجلين عليك، ترجع وانت خلاص سليم 100% علشان ما نستعجلش ان ممكن تحصل اصابه جديده ليك يعني. فعلشان كده هو يعني متاثر نفسيا جامد جدا بالاصابه يعني. طيب هل كان هناك اي راي طبي يا ريهام بيقول ان هو رجع بدري وما تمش تاهيله بشكل صحيح؟ لا لا خالص خالص، لان الاصابه اصلا في رجل ثانيه تماما غير الرجل اللي هو اتصاب فيها، وزي ما حكيت لك او وصفت لك الاصابه هي اصابه فعلا في التمرين، قضاء وقدر يعني. هو اكرم بيلعب بنفس الروح والجرينتا اللي بيلعب بيها في الملعب بيلعب بيها في التمرين طبعا. التمرين المفروض ان الدنيا تبقى اهدى فيه شويه من المباريات يعني، لكن هو للاسف الروح بتاعته في الملعب هي نفس الروح اللي بيلعب بيها في التدريبات يعني. فللاسف اللي حصل ده في التمرين النهارده من اصابته يعني كان سبب اصابته، لكن لا 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 ملوش اي علاقه بان هو رجع بدري او التاهيل بتاعه او اي حاجه من الحاجات دي خالص يعني. طيب عظيم، ان شاء الله يقوم لنا بالف سلامه ونطمن عليه يا ريهام. عايزه اطمن بقى على الاهلي هيعمل ايه الماتش الجاي مع سموحه، محمد هاني اللي هيلعب باك رايت، وعايزه كمان اسالك عن تجهيزات الاهلي لكاس العالم للانديه. التجهيزات بتاع كاس العالم للانديه لسه طبعا الاهلي لسه بيشوف الصفقات، هيضم لعيبه جديده يقدر ان هو
يعلي بيها السكواد بتاعه في البطوله ولا لا. انت عارفه ان هي بطوله مهمه جدا للنادي الاهلي ومشاركتها بالنسبه له حتى بعد ما كان بره البطوله خالص، وفكره ان هو يرجع ليها دي رجعت لهم تاني الحياه يعني، لان هم بيحبوا البطوله دي قوي. فبالتالي لسه التجهيزات هتتم شويه بعد الميركاتو يعني. الاستعدادات مسموحه طبعا، محمد عبد المنعم هيكون متواجد بشكل طبيعي جدا في المباراه يعني، هو غيابه كان عن المباراه اللي فاتت للايقاف، بس الاصابه اللي كانت عنده ماتش فيوتشر مش هتاثر على مباراه سموحه، وهيكون متواجد بشكل طبيعي جدا في المباراه اللي جايه ان شاء الله يعني. ان شاء الله. احنا بنشكرك شكرا جزيلا الناقده الرياضيه ريهام حمدي، شكرا جزيلا على وجودك معانا.